عندنا حكم واحد اللي هو كريم صبري حكم ساحة، ما كاين لا حكام مساعدين لا حكام فار. وللمزيد من التوضيحات بخصوص هذا الموضوع معنا خبيرنا وصديقنا سي محمد الموجه. مرحبا سي محمد الموجه. سي محمد تحياتي سي منير، تحيه ليك وتحيه للضيفة الكريمه ديالك وتحيه مولات الدار ايمان. هذه اخت ايمان الله يبارك فيك، شكرا لك، شكرا على الجرأة ديالها وعلى الشجاعه ديالها. شويه وصافي. ان دائما شوف عندما تكون الحقيقة مغلفة بالنواعم كتكون عندها الأثر ديالها. نتمنى من الله سبحانه وتعالى. سمعتي الحقيقة المغلفة بالنواعم. الله يحفظك أود السي محمد الموجه. نحن في حاجة إليها، وتحية للمتابعين ديال شادة إف إم. الله يحفظك أزدي محمد. أنا بديت لأنه صراحة رغم ما لا أخفيك رغم بين النكسات يمكن الإقصاء ديال لي أوفان تقدر تسرطو وتقلب على اسباب ومسببات. النكسه الاخرى اللي هذا النهار كتفيق عليها هي اللائحه ديال الحكام ديال الشانه السي محمد، وتواجد حكم واحد مغربي اللي هو كريم صبري. تعليقك. هو الا بغيتي ان وسمحتي لي السي منير، تفضل. كاين واحد المثال عربي دائما كيقول لك الصيف ضيعتي اللبنه. هذا النتاج الثماني سنوات او تسع سنوات من التسيير العشوائي، وربما نبدا بمقدمه شويه لان كما كنقول لك دائما في هذه الدار ديالنا ديال شدا اف ام دائما نحن في حاجه الى نوع من الصراحه الوقيحه، ودائما هذا الشعار ديالي بالنسبه لي، لان لك انا فوزي القجع نجح في مجموعه ديال الاوراش اللي فتح على مستوى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، فكيبقى من افشل الرؤساء ديال دازو في الجامعه الملكيه في الميدان ديال التحكيم، في الورش ديال التحكيم، الورش ديال التحكيم اللي تقلدوا في الفتره ديال بوزي قجع ثلاثه ديال الرؤساء اللي مروا على اللجنه المركزيه ديال التحكيم، والرابع نعيشوا تعيشوا اللجنه المركزيه حاله فراغ. اولا هو كان كرئيس اللجنه المركزيه، بعد منه جاء عبد المجيد بورا، بعد منه تم تعيين جمال الكعواجي، بعد تعيين جمال الكعواجي كرئيس ديال الانتخاب ديالو كرئيس ديال مجموعة الهوات. دابا كنعيشوا الفراغ منذ التعيين ديال الكعواجي، ولا احد حرك ساكنا. انا بالنسبه لي تسع حاولنا نحركوا هاد الساكنه السي محمد، ولكن لا حياه لمن تنادي، لانه فاش صدرت لائحه ديال الاعضاء ديال المكتب المديري واللجان القضائيه الى غير ذلك او اللجان المستقله كيف كيسميوها، فتكلمنا على غياب اللجنه المركزيه للتحكيم رغم تواجد خليل الرويسي ضمن اعضاء المكتب المديري، فكان السؤال دعما شنو الدور شنو هاد اللجنه، ولكن مع كل اسف لا حياه لمن تنادي. غير بقى معايا سي محمد الموجه، ناخذ واحد الفاصل قصير ثم نرجع معك. تحيه وترحاب سي محمد الموجه، مرحبا بك سي محمد مره اخرى. وانا كذلك سعيد بالتواصل معك اخ منير، وباش نكمل غير المداخله. المهم خليناها في الفراغ اللي كتعرفوا الجامعه على مستوى اللجنه المركزيه اللي ما كايناش دابا. هذا يعني بانه دابا حنا دابا شوف بدينا الدوره السته بالاضافه الى التدريب الوطني الخاص بالحكام مر بدون لجنه مركزيه، هذا يعني اننا بحال ماشي بحاجه للجنه المركزيه، أولا دابا المدير بدا كيتقمص الدور ديال جوج ديال المدير صحيح ورئيس اللجنه المركزيه في هذه المساله، وهنا كتبين داك القصور ديال النظره ديال المكتب الجامعي للتحكيم وكيفاش كينظر لها. نتمنيت تكون كان لجنه مركزيه وتعطينا خطوط عريضه وتعطينا برنامج على المدى القريب على المتوسط والبعيد باش يمكن لها تنهض. راه حنايا حنا كنستهونا سي منير بالمكانه ديال المغرب، راه ملي كترجع للفيفا وكترجع للتاريخ ديال النهائيات ديال كاس العالم راه كتلقى سعيد بالقوله راه المغرب ضمن 13 الجنسيه اللي قادت النهائيات ديال كاس العالم من 202 ديال الدول اللي كاينه اللي مدول الفيفا، ولا 203 كاينين 13 الجنسيه اللي قادت النهائيات ديال كاس العالم. راه غير الجاره ديالنا الطباقه القائده في الكره ديال الفا ديال الكره ديال العالم اللي كتضم البارسا والريال لم يسبق لها ان قادت النهائيات ديال كاس العالم هي الجاره اسبانيا. بمعنى انا بالنسبه لي هذا المولود الى ما استمرناش بواحد الشكل اللي هو فعال بواحد بشكل ايجابي ونعطي واحد النظره ايجابيه للوليدات ديالنا باش ان راه ممكن
يكون عندنا بالقولات اخرى الله يرحم الله يرحمه. ورغم انه سي محمد رغم انه ملي رجعتي بيا للتاريخ المغرب ما كانش من السباقين في افريقيا لتقديم حكام يلعبوا كاس العالم، كانوا الجيران ديالنا مع محمد حنصال، كان ناجي الجويني، كان علي بن ناصر، جون فيديل ديرامبا، هادو سبقونا احنا كمغرب في الوقت اللي ما كانش عندنا تجسي الجلالي غريب في 94. لا انا غير باش نرجع لواحد المساله تاريخيه اللي كنعكف عليها باش كان التاريخ ديال التحكيم المغربي يا منير، لان كان ديك الساعه كان الرئيس ديال لاكاف انا ذاك الاثيوبي تسيما، كان عنده واحد نعم تسيما اللي كان عنده، انا بالنسبه لي كانوا عندنا حكام كبار ذاك الوقت وكانوا هذاك وقادوا في النهائيات ديال كاس افريقيا وكانوا دائما يصطادمون كتجي كاس العالم كتوقع العراقيل قدامهم، كان سي محمد لاراش في القمه ديالو، كان سي محمد باحو في القمه ديالو، كان سي عبد العالي الناصري في القمه ديالو، كان مجموعه ديال الحكام اللي كانوا ديالنا، ولكن كانوا دائما يصطادمون بالجيران لان كانوا ممثلين في الدواليب ديال لاكاف اللي هو مثلا الجزائر، ليبيا، لان باش تلقى ليبيا مثلا حضرات في 82 بالغول بالمشاركه ديال الغول، كان حنصل شارك في الجزائري، كان ناجي الجويني في جوج ديال المونديالات ديال 86 وديال 90 انه كان حاضر، انا هنا كنا لان كانوا الناس قويين ممثلين في دواليب الكاف، لذلك كانوا كيديروا العراقيل الحكام ديالنا باش ما عمر شي واحد غيجي، جاب الله الفرج على يد السي الجلالي غريب. الجلالي غريب 94 عبر الشهدائي فين الجلالي غريب اللي يعاني التهميش والاقصاء الدواليب ديال السير ديال التحكيم المغربي. السي مونير وواحد عندك اول واحد مشى للمونديال ولعب النهاية ديال كاس افريقيا ديال 94 في تونس ولعب سبعه ديال المقابلات، لعب من الدور الاول حتى اخر مقابله، تصورنا ولعب الكارت فينال والدومي فينال والفينال، لعبهم مع ليك النهائي مع ليك يمشون ومع ذلك ما كتوجدوش، انا نحطو حدايا غير نتبرك به. رضوان عاشق حضر ثلاثه ديال المونديالات اللي هو في 10 في 14 وفي 18 وعاد شحال من كان دار ما كنوجدوش في الميدان ديال التسيير، وخا نديروه غير نتبركوا بها سيمونيت ونديروه كقدوه غير يشوفوا هاد الوليدات نقول له هذا راه داز بالمونديال، هاد السيد راه داز بالمونديال توصل ما وصل اليه، ولكن كاينين الناس اللي كيعيشوا عقد نفسيه قديمه دائما يحاولون كيقولوا بان دوك الناس فاتونا اولا داروا شي طرق باش وصلوا لهاد المكان، واش هادشي دخله فيه حتى ديك الصوره مع كومان وقيلاك؟ لا هذا راه واقع سيموني، راه كنقول الحقيقه وما كنخافش، لا اخاف لو متلائم في هذه المساله. ديك الصوره الملتقطه مع اللاعب الهولندي كومان يحز في نفسي باش تلقى الجلالي غريب ما كاينش، باش تلقى رضوان عاشق ما كاينش في التوالي ديال السير، لكن ما كنقول لهم انا هادو تحطهم غير بحال البركه عندك كاع، ما نقول اسيدي كما كتقول عليهم نتايا غير مؤهلين باش يكونوا باش يهضروا باش يحاضروا هادو يكونوا عندك غير في الميدان، ماشي بركه ولكن اسمح لي نقاطع احتراما للفيكو ديالهم. لا من غير يعني بركه لكن غيستافدوا من هادوك ليكسبيريونس اللي دوزوا هاد القامات اللي ذكرتي منهم عاشق منهم طير على مستوى التكوين يعني خاص سي محمد. نعم سير بيا خويا مباشره هذيك اللائحه ديال الشان، انا مزوق فيك. انا اللائحه ديال الشان اولا استفزتني القضيه ديال انه تواجد حكم، انا مرضتني انا الا كان استفزتك انا مرضتني حكم واحد من مواليد 1980، ولكن درت مقارنه منير وشفت واحد المجموعه ديال الحكام ربما راك الا شفتي اللائحه ومشيتي شفتي التواريخ ديال الزيات ديالهم تصدم سي منير. كاين شي سميات كاينين حنا ملي تلقى جنوب افريقيا مصيفطه واحد عنده 30 سنه تختار منها واحد عنده 30 سنه، تلقى الكابون واحد عنده 30 سنه، تلقى النيجر عنده 31 سنه، تلقى نيجيريا 31 سنه، تلقى موريتانيا حدانا عنده 30 سنه، راك تصابوا بالذهول في هذه المساله، بمعنى 30 سنه راه مازال له 15 عام كارير ديال الممارسه الدوليه ممكن يحتك ممكن تستافد منه في جوج ديال الكوب دافريك ولا ثلاثه ولا كاين كاين السي محمد الحكم ديال النيجر محمد علي موسى عنده 30 سنه. نعم كاين لطفي بوقواسه الجزائري 35 سنه، كاين محرز المالكي التونسي من مواليد 87 يعني 35 سنة. أبون جيل توم الحكم الجنوب أفريقي 30 سنة، بمعنى واحد الفئة ديال ما يسمون بحكم الشباب المستقبل. سي مونير المستقبل هذا أنا بالنسبة لي حنا كتبقى عندنا أصغر حكم مواليد 86 جلال جيد باش نعطيك هذا هو أصغر حكم دولي عندنا
مواليد 86. مواليد 86. انا بالنسبه لي الا بغيتي تكون عندك قاعده ولا بغيتي يكون عندك مستقبل، لان هذه الدورات هي اللي كيكتسبوا فيها التجربه، كيكتسبوا فيها الاحتكاك، وكيطيروا كما كنقولوا ذاك الدهشه ديال المقابلات الاولى. هذه المسابقه محليه ولكن كتفتح لك الابواب ديال الافريقيه والابواب العالميه باش انك تمشي فيها. بل من ذلك حنا كنقولوا حنا السباقين في الفار وما كنتواجدوش، راه ما كنتش الاختيار ديالنا حتى في الفار اللي كنقولوا حنا السباقين، حنا السباقين ليه تماما. مسألة اخرى، راك ملي كتنزل في التالي ديال اللائحه مونير شوف لي ستركتور ديال ديالك المكونين ديال لاكاب، وكتلقى جوج ديال المصريين، انا ماشي من الاسماء اللي كنقولوا ما كاين لا غندور لا عصام عبد الفتاح لا كريشا، شوف لي غير الاسماء، ولكن الناس مكونين، الناس انهم مأثرين، الناس كيمكن لهم يعطيوا الاضافه، الناس كتجتهد. حنا فقط كما كيقولوا حدوا الحدود المغربيه، فقط اننا كنعيشوا باش كندبروا غير اليوم هنايا وكنقلبوا باش نعيشوا غير بما هو يوم هنايا، وبالتالي نزفت داك الشيء اللي عندنا وما بقيناش قادرين نعطيه. ولكن هذه المسائل كلها ما بغاش يفيق فيها رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ويطلب غير البيلون، يطلب غير الحصيله ديال هاد 8 سنوات. حنا في السنه التاسعه ديال 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 ديال, ديال, ديال الممارسه، شنو وجدتوا لنا وشنو استفدتوا من الناحيه الماديه؟ راه غير التقرير المالي اللي داز تقريبا 2 مليار وشي حاجه اللي تخطرات السنه اللي مطات في التقرير المالي ديال الجامعه، وشنو الانعكاس ديالها على التكوين، على الخلاف، على الخلاف. انا بالنسبه لي هنا فين المشكل، وهنا فين كتصاب بالذهول وكتصاب بالصدمه، ملي كتشوف دول كيفاش انها كتبني المستقبل ديالها، كيفاش انها كتوجد حكام شباب. انت هاد الحكام اللي وجدتي ديال تسعود الحكام اللي كتقول غادي تقول فيهم بطوله الاحترافيه، يلاه عطيتيهم مقابله، وكاين اللي جوج الحكام قادوا جوج ديال المقابلات وليتي سديتي عليهم الباب. هادوك الدراري اللي لعبوا الدوره الاولى، الدراري اللي لعبوا الدوره الاولى ما وقع الزرزاي، انك خفتي ورجعتي للور، بمعنى ما عندكش رؤيه، ما عندكش جرأه، ما عندكش شجاعه باش انك تحمي هاد الحكام باش يمكن لك تدافع عليهم. سي محمد كما قالت الاخت الكريمه دابا عاد هضرات على 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 على, على عاشق وعلى على على الجلال الغريب، على الجلال الغريب، ماشي كنقول لك انا يتبركوا بهم كانهم غادي يحطوهم بحال الصنم. راه قالت لك هاد الناس لو فيكيو ديالهم يمكن لك غير لو فيكيو ديالهم، يمكن لك بالحركات ديالهم في الملعب ما يهضروش معاك سيموني، انهم يمشيو مع الوليدات غير الملعب. تصور انا كنتابع التدريب الوطني ديال الحكام، وكنلقى سي محمد الكزاز هو اللي كيدير الحركات للحكام المساعدين، هو اللي كيناقش مع الحكام المساعدين، هو اللي ما عمره هز الرايه. كيفاش شنو غطلب منه غادي يعطي لهاد الحكام؟ وكيفاش غيتجاوبوا مع هاد الحكام المساعدين؟ وكيفاش انه غادي يجيبوا فيها هاد الحكام المساعدين؟ هو لم يسبق له ان حمل الرايه، لان دخل مباشره كحكم ساحه، كتلقى حدقه كيناقش معهم مع الحكام المساعدين في الوقت اللي عندك انت جوج ديال الحكام، جوج ديال الاهرامات كبارين، لا السجل اللي غريب ولا رضوان عاشق اللي ممكنك تستافد منهم داخل المديريه ديال التحكيم، وياثروا لك هؤلاء الشباب ديال المساعدين الشباب، ويمكن لهم غير بالنظره ديالهم منين يكونوا كيدوروا في الملاعب يمكن لهم يختاروا لك النقيلات كما كنقولوا باش انك تزيد. سي محمد انا بالنسبه لي هذا الشيء اللي هو مؤسف بالنسبه للائحه ديال الشان. عندي ثلاثه ديال الدقائق بغيت نقسمها لك على واحد جوج ديال الاسئله، وعارف بانه النقاش، عارف بانه الكلام يمكن طويل وغادي ما عليناش. غير سي محمد في نظرك انت من بعد صدور هذه اللائحه شنو هي الرؤيه للمستقبل؟ واش دخلنا لمرحله الخطر ولا باقي؟ الرؤيه للمستقبل انت كتشوف اننا ما وصلنا للديربي وما كنلقاوش عندنا حكم، حنا عندنا سبعه ديال الحكام الدوليين وما كنقدروش نهزوهم كاملين. ما دمتي انك كتوفر على سبعه ديال الحكام الدوليين السيمونير خاصك دير يديك وتهز اي واحد يلعب لك الديربي. انت ما بقيتيش قادر، انك ما عندكش حكم انك مؤهل باش يقود لك الديربي، وبالتالي انك تبقى حاصل حتى لاخر لحظه باش تكون فيه. وانت كتشوف دابا رضوان جيد ظل هاد المديريه الحاليه انه حتى هو صاحب الرقم القياسي بعدد المقابلات اللي قاد سواء كحكم ساحه او كحكم مساعد في الفار في الديربي. هنا هذه خير دليل وخير اجابه على السؤال ديالك. ملي كيتعينوا مجموعه من الحكام لكاس اتحاد شمال افريقيا هذه اللي كاينه في مصر، وفي المباراه ديال الديربي كنستعنوا بواحد من هاد الدراري اللي مشاو لمصر باش يجي يلعب المباراه ديال الديربي اللي هو زكريا برينسي. انت كيف جاتك هاد العمليه هذه؟ انا بالنسبه لي هذه فضيحه، وهذه اللي ما خصيتش تسكت عليها، لانه واهانه للحكام المساعدين اللي كاينين هنا في المغرب، لاننا عندنا مجموعه ديال الطاقات هنا في المغرب، ولكن انها مقصيه
وانها كتعاني التهميش. علاش؟ لان كاين الناس اللي محظوظين ان ما يمكنش ان حكم، لان المفروض اليوم عاد يخرج من الدوره ديال شمال افريقيا اللي كانت في مصر، لان من 15 ل 25، واننا شفت تفاجئنا بانه حضر المقابله ديال الديربي. هذا يعني بانك كتضرب الكفاءه والمقدوره ديال هشام اي تعبو، ديال هشام مامي، ديال زكريا البشاوي، ديال يحيى النوالي، ديال مصطفى اكركات، ديال الحسن ازقاو، ديال الناس اللي كانوا متواجدين هنا في المغرب، وانك ما قدرتيش انك تعلم تعطيهم الفرصه باش يقودوا الديربي الى جانب سمير الكزاز، وانك استعنتي بحكم اللي خرج من دوره معتمده وجاء لهداك، والاداء ديالو كان كارثي وكان ضعيف في المقابله ديال الديربي. معناتها عندك شي سؤال ايمان بسرعه؟ عندي سؤال بسرعه للسي محمد الموجه. واش يعني كنشوفوا بزاف الوجوه هي اللي كتقد تعاود اشاك فوا في الدوري المغربي، فواش هنا كنقولوا انه كاين نقص في التكوين؟ فشنو التدخل ديالك في هذا السؤال؟ شكرا الاخت ايمان، وهذا سؤال وجيه، لان كتلقاي بعض الاسماء ديال سته الاسماء اللي كتتكرر بخصوص في المقابلات الكبيره ديال اللي كتواجد فيها الوداد، الرجاء، ونهضة بركان، كتلقاي واحد سته الاسماء هي التي استنزفت. هذا الثلاثي المقدس، ما كاينش مخطط وما كاينش منهجيه باش اعداد الخلاف. وهنا بالنسبه لنا ان المديريه تم 8 سنوات او 9 سنوات من التسيير انها تدبر اليوم فقط وما عندها استراتيجيه، ولكن من حقها دير هذه المساله، لانه ما كاينش محاسبه من طرف المكتب الجامعي، ما كاينش تقديم الحصيله سنويه كل سنه باش نشوفوا الحكام المغادرين والحكام اللي كيلتحقوا بالنخبه، لانه من 2018 حتى العام اللي دات في التالي ديال البطوله عاد تقحموا ديال اسماء جديده طيله 4 سنوات، ما تقحم حتى شي اسم جديد في البطوله الاحترافيه، تقحموا 9 ديال الاسماء اللي كنشوفوهم دابا مازالين خايفين باش نعطيوهم الفرصه باش انهم يثبتوا الوجود ديالهم. ومساله اخرى سي مولين، نقول لك بان هذه السنه غادي تقعدوا 2 ديال الاسماء لاخر موسم ديالهم، اللي هما نور الدين الجعفري و عادل الزراق، الا ضفنا لهم حتى يوسف الهراوي راه متقاعدين من هذا العام، بقى لهم غير هاد الشهور اللي بقات، راه متقاعدين من دابا سي محمد. العام الجاي كاين غادي يجي الدور على رضوان جيد وعلى محمد بلوط اللي كاينين في البطوله الاحترافيه. السنه اللي موراها 24 25 غادي يجلس ذاكر داد سمير الكزاز وكريم صبري. بمعنى هنا السؤال، شكون الخلف؟ شكون الخلف دابا؟ ما كاينش الخلف، انا ما كاينش الخلف، بالتالي انا غادي انا اتحصر لمن سيتحمل المسؤوليه من بعد، لان غادي ياخذ واحد الجمره اللي هي شعله كبيره، جمره ديال بركان للاسف، اللي غيتحمل المسؤوليه ديال تحيير التحكيم المغربي، وبالتالي يجب ان تكون هناك وقفه ديال التامل وتكون ناقوس الخطر باش يمكن لنا نعاول الخطر اللي كيتحدق بالبطوله المغربيه. غتجي واحد الوقيته باش غادي نبقاو نستوردوا، وانا كنقولها لك منير، كما كانت واحد الوقيته البطوله القطريه كتستورد 100% ديال الحكام، دابا ولات كتنتج، باش غادي نبقاو نستوردوهم باش اننا ندبروا البطوله ديالنا في الوقت اللي كنا حنا كنصيفطوا الحكام يقودوا المقابلات في الجزائر، في تونس، وفي مصر، وفي الدول ديال الخليج كنا كنديروا دي كونترا، وكذلك لبنان دي كونترا بالشهر وبالشهرين، مع الاسف الحكام ديالنا كانوا كيمشيو يقودوا هذه البطولات في الوقت اللي ولينا حنا غادي نوقفوا باش اننا غادي نستوردوا حكام باش نتنجدوا بهم البطوله ديالنا. تحيه لك سي محمد الموجه، الصديق والخبير التحكيمي، كنشكرك على التوضيحات. الموضوع اليوم هو كان لائحه الحكام المعتمدين في الشان، تواجد حكم مغربي، انعكاست هذه اللائحه على مسار التحكيم المغربي، من المستفيد ومن المتسبب في هذا الشح في اختيار الحكام المغاربه على مستوى الشان. تحياتي سي محمد الموجه.